إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا. ما في مجاملة عند الله سبحانه وتعالى. وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا. نظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا، وقطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ولحظة من عطائه وكرمه تجعل الفقير غنيا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. كان الناس ضالين فهداهم الله به، وكان الناس متفرقين فجمعهم الله به، وكان الناس متناحرين فألف الله بين قلوبهم به. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها حتى ندخل مدخله. اللهم أمين يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، أسأل الله تبارك وتعالى في يومنا هذا أن يجعلني وإياكم من المقبولين في رمضان. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اجعلنا ممن أجبت دعوته وغفرت ذلته وسترت عورته، وأخرجتنا من رمضان وقد كتبتنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم أمين يا رب العالمين. وماذا بعد رمضان؟ حديث يفرض نفسه. ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد هذا الشهر الطويل من العبادة ومن الاجتهاد ومن قراءة القرآن ومن التسبيح ومن النفقة ومن الصلاة ومن القيام ومن الصيام؟ ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. نحن لا نعبد عبادة المواسم. كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى، ومن كان يعبد الله فإن الله تبارك وتعالى هو خير النصير وهو خير المولى. الله تبارك وتعالى حي لا يموت. إخواني، من حكمة الله تبارك وتعالى، وأعطوني القلوب والأسماع، من حكمته أن جعل للعبادة أشكالا، وجعل للعبادة مميزات. نحن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، لكننا قد لا نفهم معنى العبادة جيدا. احنا بنعبد الله، لكن مفهوم العبادة قد نخطئ. مفهوم العبادة زي ما تكون ماشي على الهاي واي وتاخذ يعني رونج اكزت، فبتنزل انت في ديفرنت تاون وديفرنت سيتي خالص، مش انت اخذت اكزت غلط وتفضل ماشي، لكن انت الدايركشن بتاعك مش مظبوط. كذلك في العبادة، ربما من هو يتعبد وعبادته عليه وهو لا يدري. وهذا ليس كلامي بل كلام الصادق المصدوق صلوا عليه، أليس هو القائل رب صائم ليس له إيه من صيامه إلا ليه؟ الجوع والعطش. لماذا؟ طب الرجل صائم، أنت مش عاوز صيام من الفجر إلى المغرب، هو صائم. أليس هو القائل رب قارئ للقرآن والقرآن إيه يلعنه؟ أسأل الله أن يبعدنا عن اللعنة جميعا. ليه 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 القرآن يلعنه؟ ليه يعني أنا شيخ بنقرأ القرآن يلعني؟ ليه أنت بتقرأ ألا لعنة الله على الظالمين وأنت ظالم أختك، ألا لعنة الله على الظالمين وأنت ظالم زوجتك وأنت ظالم جيرانك، يبقى أنت بتلعن في مين؟ تلعن نفسك. نسأل الله لي ولكم السلامة. هناك صفات للعبادة قد لا نعرفها، ولذلك احنا حتى في توصيفنا للناس يقول لك فلان فلان ما شاء الله إنسان ملتزم. تسأل واحد إيه رأيك في فلان عاوز نجوزه بنتي، يقول لك فلان ملتزم ملتزم. طب أسألك، طب يعني ملتزم؟ بيصلي معنا في المسجد. هو بيصلي معك في المسجد ملتزم؟ هو الصلاة مقياس الالتزام؟ بالشكل العام. حضرتك فاكر سيدنا عمر، اللهم ارضى عن عمر واجمعنا به في الجنة آمين، لما جاء رجل ليشهد مع رجل أمام عمر، هيشهد له، فعمر قال للشاهد أتعرف الرجل؟
تعرف فلان حتشهد له أو حتضمنه في مسألة؟ هل تعرفه؟ قال نعم. قال أي معرفة؟ لعلك رأيته يصلي في المسجد ويطأطئ رأسه ويرفعها، أهي دي المعرفة؟ فقال له عمر: يا هذا، هل أنت جاره الأقرب؟ هل أنت جاره الأقرب، يعني تقريب منه في الجوار؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه في طريق بعيد؟ قال الرجل: لا. قال عمر: إذن أنت لا تعرفه، أنت ما تعرفوش. لعلك رأيته في المسجد يطأطئ رأسه ويرفعها. قال الرجل: نعم. قال: إذن أنت لا تعرفه. يعني إيه إخواني؟ يعني المقياس في رمضان ليس هو المقياس، وصلاة رمضان والعبادات والسجود والرفع منه والزكوات هذه ليست المقياس. المقياس شيء آخر. حدده أمير المؤمنين عمر، قال: هل أنت جاره الأقرب؟ ليه؟ جارك هو الذي يحكم عليك. لماذا؟ أنت قد تتجمل أمام الناس في المسجد، قد تتجمل أمام الناس في العمل، أما في الجوار أنت لا تستطيع أن تتجمل طيلة حياتك. أنا مجاورك بقالي 50 60 70 سنة، طول حياتنا كيف تتجمل؟ كيف تكذب في الجوار؟ ها؟ أنت إما تحسن الجوار وإما تسيء الجوار، إما تعاملني بالحسن أو تعاملني بالسوء، ما في مجاملة بين الجيران. أعرف حقيقتك وتعرف حقيقتي، فالجار هو الذي يعرف جاره. ولذلك العبادة الحقيقية أن يشهد لك جارك وأن يقر بعبادتك جارك. أيضا، هل عاملته بالدينار والدرهم؟ المعاملة، الدين المعاملة. تلاقي واحد بيصلي وصومه تمام، ولو أخذ منك مبلغ من المال خلاص، ولو أنت طلبت منه مبلغ من المال، لأن المال هو المقياس الحقيقي لمعرفة الناس ومعرفة معادن الناس ومعرفة طبائع الناس. تتعامل مع الناس تعرف الحقيقة. وكم من أناس كانوا في القمم أنزلتهم المعاملة إلى أن كانوا في الأسفل. لماذا؟ بمعاملاتهم مع الناس. ثم يقول له: هل سافرت معه في طريق؟ لما تسافر مع الناس تعرف حقيقة الناس وتعرف طبائع الناس. فصفات العبادة إخواني ليست مجرد ركعات وسجدات. الله تبارك وتعالى وصف العبادة في القرآن بعدة صفات. الصفة الأولى صفة الشمولية، خد بالك من المعنى، الشمولية، يعني العبادة ما تنفعش بزاوية محددة. قال الله تبارك وتعالى في الآية رقم 177 سورة البقرة، آية شهيرة جدا بيسموها عندنا كتاب كتاب الشريعة آية الشمولية، حتى لو كتبت في جوجل كده آية الشمولية تطلع لك آية نمبر 177 سورة البقرة على طول. ماذا تقول هذه الآية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يعني البر؟ البر يعني الخير. يعني البر؟ البر يعني الالتزام. يعني البر؟ يعني أنك تكون إنسان محترم وإنسان لك قيمتك في المجتمع. مش معناه أن أنت تذهب إلى الحج وتذهب إلى العمرة وتصلي وتولي وجهك شطر المسجد الحرام. اسمع الآية كده بهدوء: ليس البر، ليس الخير، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، إيه هو البر بقى؟ ولكن البر من آمن بالله. خلي بالك ده صفات كثيرة جدا، اوعى تظن ان البر شوية ركعات وسجدات كم يوم صيام، ده البر قصة كبيرة. شوف انا وانت في اهل البر، اسأل الله ان نكون ام لا. ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم، كمان لسه الموفون بعهدهم علاقات اجتماعية، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني عند الشدة وعند الرخاء وعند الحرب، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. التقوى مش واحد بيصلي في المسجد،
مش واحد عشان صلى ركعتين ولا صام يومين يبقى كده خلاص هو ده الملتزم اللي احنا بنحكم عليه من صلاتي. لا يا اخواني، صفة العبادة ان تكون عبادة شاملة تنتشر في كل زوايا الحياة. من آمن بالله والملائكة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وعلاقات اجتماعية، آتى المال على حبه مع أنه يحب المال لكن ينفق، آتى المال على حبه للمستحقين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وإيه كمان، يؤدي العبادة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ويوفي بعهده مع الناس والمفون بعهدهم إذا عهدوا. شو أقول لك بكرة؟ أقول لك جاي لك الساعة كام؟ حتى احنا في مواعيدنا، المواعيد بتاعتنا أقول لك هو التايم ده يعني American time ولا Muslim time عشان نعرف، بس معادنا 7 o'clock يعني ده مسلمي ولا أمريكي؟ إذا كان أمريكي بقى يعني on time تكون موجود، لكن مسلم ده مواعيد بتاعتنا مفتوحة. ولكن إن شاء الله نتقابل بعد العصر إن شاء الله، وما تعرفش بعد العصر ده إمتى. بعد العصر ممكن يبقى المغرب وممكن يبقى العشاء، ما كله بعد الإيه؟ بعد العصر. ولما تقول لابنك إن شاء الله يعرف أن أنت مش هتعمل الموضوع ده، لأنه إن شاء الله وما شاء الله كان بقى وما لم يشاء إيه؟ لم يكن بقى. طب نتقابل الساعة كام إن شاء الله؟ معدنا الساعة 7، تستناني 8، ما جيتش 9 تمشي الساعة 10. يبقى دي، يبقى أنا أحب المواعيد المظبوط. المسلمين بيعملوا كده وطالعين من رمضان بيعملوا كده. لا إخواني، ليس هذا هو المسلم. المسلم الحقيقي، المسلم الذي يقيم الدين كما أراده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المسلم الذي خرج من رمضان ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يأخذ الإسلام بشموله. الإسلام دين كامل يتناول مظاهر الحياة جميعا، فهو دين ودولة، وهو عدل ورحمة، وهو حرية وشورى، وهو قضاء ودولة. إسلام، إسلام كامل، مش إسلام في المسجد، مش إسلام كده داخل زوايا أو داخل بزمن كده نحن نصلي ركعتين وهذا الإسلام. لا إخواني، لابد أن نفهم الدين كما أراده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أول صفة إخواني من صفة العبادة صفة الإيه؟ الشمولية. الصلاة لها مردود في حياتك، والزكاة لها مردود في حياتك، لها انطباع على المجتمع، والصوم له مردود في الحياة. إذا لم تتحقق ثمرات الصوم في الحياة لا يقبل الصوم، إذا لم تتحقق ثمرات الصلاة أمام الناس لا تقبل الصلاة، وهكذا كل العبادات. أما الصفة الثانية من صفات العبادة فهي صفة الاستمرارية. يعني استمرارية أن العبادة لا تتوقف أبدا، هذه طبيعتها. فنحن لا نعبد الله في زمان ونقف في زمان، ولا نعبده في مكان ونقف في مكان، ولا نعبده في حالة مثلا حالة الشدة ونتركه في حالة الرخاء، أو نعبده في حال اليسر ونتركه في حال العسر. لا، تعبد الله في اليسر والعسر والشدة والرخاء والمنشط والمكره، على كل حال، في البأساء، في الضراء، حين البأس، أنت تستمر في العبادة. دي صفة العبادة الاستمرارية. ولذلك الله يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيه؟ استقاموا. يعني استقاموا، يعني استقاموا على العبادة فلم يحيدوا عنها، يعني لم يعبدوا الله في رمضان ويتركوا الله بعد رمضان. كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إنك تستمر، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ولما سئل الصحابة عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان عمله ديمة. يعني ديمة؟ يعني مستمر، عمل شغال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الناس. معروف أن احنا نخرج من رمضان يعني في بعض الفتور بعد رمضان، يعني بعض التقصير في العبادة بعد رمضان، هذا شيء معروف ومقبول، والله تبارك وتعالى يقبل هذا العذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة. شرة يعني إيه؟ يعني دفعة قوية، تكون أكتف يعني في العمل. لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة. فترة يعني خمول وكسل، يعني أنت بتجيلك وقت تكون أنت ما شاء الله سو أكتف، وبعدين نفسك إيه بقيت ليزي. إيه اللي بيحصل؟ ده طبيعة الإنسان،
طبيعتنا، هذا شيء ليس غريب على الإنسان. في وقت المواسم هو يجتهد. أنت تكون في موسم الحج تطوف بالبيت سبعا، ثم تذهب إلى منى، ثم إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، وتنزل من مزدلفة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا إن شاء الله، ومن مزدلفة مرة ثانية إلى النحر وإلى الحلق وإلى طواف الإفاضة 3 days، يعني أنت خلاص منهك وما شاء الله، وبعدها تسترخي تماما. لماذا؟ طبيعة الإنسان، يجتهد فترة ويكسل فترة. قال رسول الله، وهو يراعي هذا، هو يراعي الحالة النفسية اللي أنت فيها بعد رمضان، لكل عمل شرة نشاط وجد واجتهاد، ولكل شرة فترة. احنا الآن عايشين الفترة، الأسبوعين بعد رمضان وعايشين فترة الايه؟ الخمول ده. النبي قبل هذا قال: فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. يعني ايه؟ يعني اوكي، ممكن تريح شوية، بس لما تريح خليك برضو على الطريق، ما تبعدش كتير. ها؟ فمن كانت فترته إلى ايه؟ إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. ما المعنى؟ يجوز أن تكسل بعد رمضان، فحافظ على الصلوات الثوابت المكتوبة، وحافظ على الفرائض الرئيسية، وخذ ثمرة رمضان تعمل بها بعد الناس. ممكن ما تصومش 6 من شوال، عم خلاص أنت لا تستطيع، ما فيش مشكلة، ليس فرضا عليك، وإن استطعت فهذا أحسن. ممكن لا تقوم الليل بعد رمضان، يغفر لك ذلك في أول 2-3 أسبوع، كسلت بعد رمضان شوية، لكن لا تنام نوما كاملا. كما يقول ابن القيم رضي الله عنه وأرضاه، يقول: نم، لو أنت عاوز تنام نم، ما فيش مشكلة، نم نم إن شئت، هكذا يقول ابن القيم، نم إن شئت، ولكن نم على الطريق، نم إن شئت ولكن نم على الإيه؟ على الطريق، فسوف يأتي من يوقظك. يعني أنت ماشيين على طريق كده كلنا مع بعض، فأنت تعبت، فأنت ركنت شوية كده وريحت شوية في السيارة، ما فيش مشكلة، بس تكون على الشولدر يعني تريح، هيجي بعد منك واحد تاني يزمر لك وتصحى وتمشي وتكمل المشوار. لكن لو انت خدت اكزت كده وشفت لك حتة تحت كده وجدك نايم بقى، انت مش ناوي تصحى. فكذلك اخي، اذا خرجت من رمضان وكان في شوية كسل مش مشكلة، لكن خليك قريب من اخوانك المسلمين ومن احبابك ومن بيت الله سبحانه وتعالى، حتى يحرك فيك المشاعر الخاملة ويحرك فيك السكون والكسل، فتبدأ تنشط مرحلة جديدة. أنا ما عملتش درسين بعد رمضان، كان عندنا درس الأربعة والسبت، والله ما عملت، وأنا موجود في المسجد اليومين، قلت لا تسكي خلاص، السبت ما فيش درس والأربعة ما فيش درس، خليك بس نبدأ، خدنا راحة 2 أسبوع، نبدأ نتحرك. هكذا طبيعة الإنسان، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل عمل شرة وفترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. يبقى الاستمرارية في العبادة هذا شيء هام جدا 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 تنطلق فيه بعد رمضان، لأن رمضان إخواني هو معسكر تدريب، رمضان هو معسكر تدريب وليس هو المعركة الحقيقية. معركتنا مع الشيطان تبدأ من يوم العيد، تبدأ معركة مع الشيطان وتنتهي في آخر يوم من شهر شعبان. أما شهر رمضان ده عبارة عن ريست، ويعني بريك، ويعني يعني بريك تايم، تأخذ كده وتريح أنت، ما فيش شيطان في رمضان، في الشيطان الحمد لله. متى تبدأ المعركة؟ بعد رمضان. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم، الشيطان يقول، والله سبحانه وتعالى يعرض هذا في القرآن: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبدأ الشيطان معك من بعد العيد مباشرة، وإحنا نرى مشاكل الناس من أول يوم العيد، تبدأ مشاكل الناس، ما عادش حد مستحمل حد، والناس تبدأ تقصر، ونبدأ نزعل بعض، نخش في متاهات. ليه؟ الشيطان انطلق وبدأ يشوف شغله، رجل مسكين بقاله شهر مقيد محبوس، فانطلق، ونحن بدأنا نكسل بعد رمضان، فإيه؟ فبدأنا نستسلم للشيطان. ولذلك القرآن الكريم يحذرنا من الشيطان، ويقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. أنت طالع من رمضان، المفروض أن أنت أخذت جرعة قوية تكون أقوى ضد الشيطان، وتكون أشد بنية وأقوى إيمانا وأصلب يقينا بعد رمضان، فلا يؤثر فيك، لا يكون المسلمين ضعفاء بعد رمضان. فالصفة الثانية إخواني من صفات العبادة هي صفة الاستمرارية، الاستمرارية عليها بعد رمضان. يبقى الشمولية والاستمرارية. الصفة الثالثة وهي مهمة جدا في العبادة هي
دعاء الله أن يتقبل العبادة. بعد ما تأدي العبادة تدعو الله أن يتقبل منك العبادة. إيه شيخ ده أنا تعبدت وعملت اللي علي. ده أنت دائما بعد العبادة بتستغفر. أستغفر بعد العبادة؟ طب ده أنا كنت بنأدي عبادة. فمن السنة أن تستغفر بعد رمضان. يا عم ده احنا طالعين من شهر عبادة وشبعنا استغفار. من السنة أن تستغفر بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد نهاية الصلاة؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بتقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، وبعدين تقول استغفر الله العظيم، مش كده؟ وتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتكملها لا إله إلا الله 100. ليه؟ بتستغفر عليه في الصلاة. كنت بتصلي تستغفر؟ نعم، تستغفر عن تقصيرك في الصلاة، تستغفر عن شرود ذهنك في الصلاة، تستغفر لو أنت ما كنتش فوكس في الصلاة، فأنت بتستغفر ربنا سبحانه وتعالى. سيب الصلاة، تعال للحج. بعد ما تخلص الحج ربنا يقول لك إيه؟ خلصت أنت الحج أهو، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وإيه؟ واستغفروا الله. استغفر الله بعد الحج. ده من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم إيه؟ ولدته أمه. ربنا اجعلنا جميعا وإياكم هكذا يا رب. والنبي يقول لك والقرآن يقول لك بعد الحج تستغفر الله. هكذا إخواني، أنت تستغفر لأنك تسأل الله القبول. إياك أن تغتر بالعبادة. مهما تعبدت، مهما صليت، مهما صمت، أنت لا تدري هل قبلت أم لا. يقول ابن عمر لو علمت أن ربي تقبل مني سجدة واحدة لكفتني. لو علمت أن الله تقبل مني سجدة يا إخواني لكفتني. قيل له لما؟ قال لأن الله يقول في كتابه إنما يتقبل الله من المتقين. ما هو لو ربنا تقبل مني سجدة يبقى أنا إيه؟ تقي. وإن كان أنا تقي بقى كده حرمت على النار. أسأل أن يحرمني وإياكم على النار. فكن حريصاً على القبول ودعاء الله أن يتقبل منك العمل، مش مجرد عمل. اسمع إلى آيات في سورة المؤمنون. وهذه الآيات أبكت السيدة عائشة رضي الله عنها. والسيدة عائشة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات. ليه؟ السيدة عائشة ما كانتش فهمها صح. ماذا تقول الآيات؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. دي صفات حلوة مش كده؟ صفات جميلة. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما لهم دول؟ هروحوا فين دول؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. دول ناس كويسين. السيدة عائشة فهمت الآية الأولى والتانية والتالتة وما فهمتش الرابعة، فسألت. فلما في حاجة حضرتك ما تفهمهاش تسأل عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان دواء العي يعني الجهل. الجهل مش عيب، إن أنا جهل بما حاجة مش عارفها فبسألك فيها وإنت تسألني عادي خالص. والناس وإحنا كلنا خدم لبعض ليتخذ بعضكم بعضا إيه؟ سخريا. يعني إحنا مسخرين لبعض، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. أنت مثقف في السياسة، أنا مثقف في الاقتصاد، هو مثقف في الشريعة، إحنا بنخدم بعض. فالنبي يقول إنما دواء العي السؤال، يعني اللي ما عندوش معلومة يسأل عشان يفهم العلم. تقول عائشة الآيات واضحة الثلاثة الأولى، ما فهمتش الآية الأخيرة. والذين يؤتون ما آتوا يعني إيه؟ وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله هذا الذي يسرق ويزني هم دول الذين يؤتون ما آتوا وهم خايفين من ربنا؟ هذا الذي يسرق ويزني ويخاف من الله؟ قال النبي لا يا ابنة الصديق لا. قالت وما معنى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ قال هذا الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. يعني إحنا حضراتكم يعني إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. خذ الآية الثانية كده. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، ربنا اجعلنا منهم. والذين هم بربهم لا يشركون. والرابعة والذين يؤتون ما آتوا. عائشة تظن أن هذا الإتيان إتيان المعاصي والفواحش والكبائر ولذلك هم يخافون. قال لا يا ابنة الصديق بالنص، ولكن هذا الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. كأن إخواني
احنا حرصنا يكون على العمل ولا على قبول العمل؟ على قبول العمل. كل حرصك تكون انت مجتهد ان ربنا يتقبل عملك. فاكرين أويس القرني؟ أويس القرني هذا رجل من اليمن، هذا رجل من اليمن، أسأل أن يحفظ اليمن وأهلها ويحفظ بلاد المسلمين كلها. والنبي قال الحكمة يمانية والإيمان يماني، والنبي كان يحب أهل اليمن وقال حبهم من الإيمان، مش كده؟ أويس القرني هذا النبي تحدث عنه ولم يره، النبي ما رآه، هو كان من أهل اليمن. والنبي قال سوف يأتي عليكم رجل من أهل اليمن اسمه أويس القرني، خد بالك، فمن رآه فليبلغه سلاما وليسأله دعاء. الكلام الجميل ده، النبي يقول لهم في واحد حيجي من اليمن اسمه أويس القرني، أنا مش هشوفه، حيجي بعد مني، من رآه منكم فليبلغه سلاما، يقول له النبي بيسلم عليك، وليسأله دعاء فإنه مستجاب الدعوة. مات الرسول اللهم صل عليه واجمعنا به في الجنة، وتولى أبو بكر ومات أبو بكر، وتولى عمر وطالت خلافة عمر. تعرفين عمر عاش في الخلافة أكثر من 10-11 سنة. فكل سنة سيدنا عمر يذهب إلى موسم الحج ويسأل الوفد اليمني، يقول أفيكم أويس القرني؟ يقولون لا لم يأتي بعد. سنة أو اثنين في الآخر قال أفيكم أويس القرني؟ قالوا نعم معنا أويس القرني. قال أين هو؟ قالوا هناك يرعى إبلا له، عنده كم جمل كده بيرعاهم. فذهب إليه عمر هو وعلي بن أبي طالب، فذهبوا إلى هناك فوجدوا رجل يضع عصاه أمامه ويصلي، يصلي وبدعي. فبعد الصلاة نظر عمر إلى الصفات التي وصفها رسول الله فوجدها في الرجل، فقال عمر أنت أويس القرني؟ فقال أويس أو قد عرفت، يعني ما كان يرغب أن حد يعرف مكانه، أو قد عرفت؟ قال نعم. قال أنا عمر، أنت أويس القرني؟ قال نعم. قال أسألك بالله عليك أن تدعو لي وأن تستغفر لي، ادعي لي. فقال أويس يا عمر بلغ السلام أولا، بلغ السلام يا رجل. عمر مشغول بقضية الدعاء وخلاص، مش النبي قال لك إذا رأيته إيه فسلم عليه وإيه واسأله دعاء؟ عمر مشغول بالدعاء، قال ادعو لي. قال بلغ السلام أولا، قال رسول الله يسلم عليك وأسألك الدعاء. فدعا لعمر ودعا لعلي، ثم قال عمر أعطينا نصيحة، دينا نصيحة. قال يا عمر كونوا لقبول العمل أحرص منكم على العمل. دي اللي عاوزة في قصة أويس، كونوا إخواني، نصيحة لي ولكم والله، كونوا على قبول الإيه؟ العمل أحرص منكم على الإيه؟ على العمل. اسأل أي حد، حتى الشيوخ نفسهم، إحنا بنتواصل مع بعض المشايخ في رمضان مجلس الأئمة، نتواصل بأخباركم المسجد عامل إيه؟ الحمد لله ما شاء الله، المسجد فوق وتحت ما شاء الله، والفندريزم تمام، والشغل شكليات، إحنا كمان ابتلينا بالشكليات، المسجد مليان يبقى كده تمام. يا أخي ممكن يحضر واحد بس يكون البركة في واحد، أنت ممكن تعطي درس يحضر 1000 واحد، وممكن تعطي درس يكون في واحد. كان لي شيخ رحمة الله عليه قال إذا أعطيت درسا وجلس أمامك الكثير أو جلس أمامك القليل فتغيرت نيتك فعملك ليس لله. إذا كان أنت بتعطي يعني لما يكون قدامك كده في عدد كبير جدا وناس بتسمع وناس منسجمة كده، أنت مبسوط وحاسس بنشوة، يا نهار أبيض، يبقى أنت كده رحت في 60، أنت بتعمل لمن؟ وإذا كنت أمامك 2-3، لأن النبي قال لأن يهدينا الله بك إيه؟ رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. يا إخوة مش بالكثرة العملية، نركز على ماذا؟ قبول العمل. قال أويس القرني يا عمر كونوا على قبول العمل أحرص منكم على العمل، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وبعد، للعبادة إخواني صفات، ونحن نريد أن نأخذ صفات العبادة التي تعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نأخذ صفة خاطئة ونتعبد في مكان ليس هو المقصود. فمن صفات العبادة الشمولية أنها تشمل كل مظاهر الحياة جميعا، ومن صفات العبادة الاستمرارية، أن تستمر عليها حتى وإن فطرت بعض الوقت. لو حصل عندك فطور ليست هناك مشكلة،
سيدنا حنظلة صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قابل أبو بكر الصديق فقال حنظلة لأبي بكر: يا أبا بكر، نفق حنظلة. فقال أبو بكر: وما ماذا؟ أعوذ بالله، كلمة النفاق كلمة كبيرة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ربنا يسلمنا وإياكم منهم. قال: نفق حنظلة. قال أبو بكر: وما هذا؟ إيه اللي حصل؟ قال حنظلة: نكون عند رسول الله نصلي ونصوم كأن على رؤوسنا الطير. يعني إيه؟ تلاقي ناس في المسجد، شوف كله في خطبة الجمعة عامل إزاي، كله بيسمع والناس كلها الخشوع بيصب خشوع كده، خطبة الجمعة كلها خشوع، وبعد صلاة الجمعة في البارك اللات ممكن نضرب بعض والمشكلة مع بعض، وممكن في لسه في هنا في احنا ما طلعناش من صلاة الجمعة ولسه في المسجد نعمل مشاكل. ما هو هو اللي كان بيبكي في صلاة الجمعة، هو اللي عمل مشكلة برا في البارك اللات، هو 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 هو. عارف ليه؟ لان احنا عندنا انفصام، العبادة دي في المسجد، اما السلوكيات برا ما فيش علاقة. لا يا اخي يا اخي، كله مع بعضه، حط كله مع بعض واعمل كده اعمل كده ميكس. هي العبادة كده، العبادة كذلك، لا تفصل هذا عن ذاك. حنظلة يقول: نكون عند رسول الله كأن على رؤوسنا الطير، فإذا خرجنا عافسنا. عافسنا يعني انشغلنا، عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات، يعني ننشغل في الأعمال بتاعتنا والبيع والشراء وكذا، ونبدأ ننسى شوية، فما بنكونش في نفس قوة الإيمان لما كنا في المسجد. فأبو بكر قال: إن كان كذلك فأنا كذلك، أنا كمان عندي نفس الموضوع، وأنا في المسجد برضو بنختلف، برا بننشغل في حياتي العملية. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أخبر رسول الله الخبر قال رسول الله: الحديث المعروف لكن المفهوم غلط، كلنا عفصين حافظين الحديث لكن نفسره خطأ. قال رسول الله: يا حنظلة، ساعة وساعة. يعني ساعة، يعني ساعة وساعة، كل الساعات لله وكل اللحظات لله وكل الأوقات لله، يعني ساعة أنت كلها لله، زي صلاة الجمعة، وانت في صلاة الجمعة ما في تكس مسج، ما في كلام، انت تركيز صلاة الجمعة، الصلاة والعبادة ذاتها. لكن الساعة الأخرى وانت راكب أوبر، وانت راكب مش عارف فين، وانت في المحل، وانت في الشغل، وانت في العيادة، وانت في البزنس، وانت في الموقع، هذه أيضا لله، لأنك تعمل لله لإطعام أولادك من الحلال، ولكفاية زوجتك بالحلال، ولمساعدة المحتاجين بالحلال، فأنت تعمل، والعمل عبادة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ساعة العمل لله وساعة المسجد لله، هذه ساعة لك وساعة أخرى، هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس ذلك نفاقا. أما النفاق الحقيقي إخواني، أن العبادة لا تؤثر في حياتك العملية، أن العبادة لا يكون لها مردود في حياتك الأخرى. هل تذكرون الرجل، وأختم بالخطبة، هل تذكرون الرجل، قصته مشهورة، الذي جاء إلى النبي رجل أعرابي وقال: يا رسول الله، ماذا افترض الله علي من الإسلام، ماذا كتب الله علي من الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله عليك خمس: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله. قال: أنا أشهدها، هات لي حاجة غير دي. قال: كتب عليك أربعا: أن تحج البيت، قال: ليس عندي مال. قال: أن تتصدق، قال: ليس عندي مال، ما عادش فاضل. قال: أن تصوم رمضان وأن تصلي. يبقى عيقيم كام واحدة من الإسلام؟ اثنين. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. يعني إن صدق، لأن الصلاة مش إنك تصلي وتمشي، الصلاة لها مردود بعد الصلاة. أنت صليت أديت حق الله، فماذا عن حق الناس بعد الصلاة؟ أنت صمت أديت حق الله، فماذا عن حق الناس بعد الصيام؟ إخواني، كل كلامي يصب في دائرة واحدة: ماذا بعد رمضان؟ ماذا فعل فينا رمضان؟ ماذا غير فينا رمضان؟ ماذا غيرت فينا العبادة؟ العبادة لها صفات شمولية، لها صفات استمرارية، لها مردود بين الناس وبين المجتمع. لابد أن يعرف الجميع ويلمس الجميع ثمرة رمضان، فيظهر التغير على المسلمين بل وعلى غير المسلمين، والله حتى على غير المسلمين. لابد أن يعلم المجتمع الأمريكي المحيط بنا أننا خرجنا من رمضان. لو كنا نسيء الجوار فلنحسن الجوار بعد رمضان، لو كنا نسيء التعامل فلنحسن التعامل بعد رمضان. أنتم سفراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات رسول الله إخواني، ليس هناك نبي بعده، ولكن بعده أنا وأنت، فأنت تحمل رسالة النبي، أنت تحمل رسالة النبي، فإما أن تحسن عرضها فيكون لك الأجر، أسأل الله كذلك،
وإما أن تسيء عرضها فيكون عليك الوزر، جنبني الله وإياك الوزر. فلنبدأ بنشاطاتنا، ولنبدأ باجتهادنا، ولنبدأ بحركتنا في المجتمع، الحركة العملية، العبادة المنتشرة في كل مناحي الحياة، بسلوكنا وأخلاقنا بعد رمضان إن شاء الله رب العالمين. وإحنا عندنا في المسجد أول نشاط بنبدأه بعد رمضان حيكون في جولاي 22 خاص بالأخوات، جولاي 22 ساتردي إن شاء الله between 1 o'clock to 6 o'clock عندنا يعني women day خاص ببناتنا من 13 and up والأخوات والأمهات، عاملين يوم كامل خاص بالنساء، عاملين يوم معايشة في المسجد من الساعة الواحدة حتى الساعة السادسة، only for women ساتردي جولاي 22 only women إن شاء الله رب العالمين from 1 o'clock to 6 o'clock الكل من 13 and up 13 years and up إن شاء الله رب العالمين. يعني برنامج كامل اسمه الأخوة في الله. الهدف منه التعايش ما بين الأخوات، جاءوا من كل مكان، من أماكن بعيدة وصلوا معنا في رمضان، مش كلهم يعرفوا بعض وجنسيات مختلفة، العربي والباكستاني والأوزبكستاني والأمريكي والأفريكان، جنسيات مختلفة ولغات مختلفة، لكن كلهم مسلمين. أردنا أن احنا نعمل يوم معايشة بين أخواتنا ليكونوا كالجسد الواحد، الأخوة في الله. هذه مرحلة أولى، وبعد ذلك مراحل أخرى إن شاء الله رب العالمين. وبالنسبة لإخواننا الرجال عندنا الدرس يوم السبت ويوم الأربع عقب صلاة المغرب مباشرة إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، وفقنا اللهم لما تحب وترضى. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل افتراقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر.